اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ، حلقه حلوه ان شاء الله. بس قبل ما ابتديها عايزه اهني اخواتنا المسيحيين كلهم بعيد الميلاد المجيد، كل سنه وانتم طيبين ويا رب عيد سعيد عليكم كلكم. اول وصفه هنعملها النهارده هنعمل سلطه حلوه قوي. السلطه دي انا بحب اتعشى بيها دايما لان هي وجبه مشبعه زي ما بيقولوا، طعمها رائع. عباره عن سلطه جرجير ولبنه. هنقول المقادير بتاعتنا. هستعمل اللبنه اللي هي الكور المكوره، اللبنه المكوره احنا عملنا قبل كده لبنه وعملناها كور، هي اللبنه عاديه بس بتبقى انشف شويه، يعني بستنى عليها تتصفى اكتر شويه وبعد كده بكورها، بتبقى بالشكل ده. هستعمل 120 جرام لبنه كور، حزمه جرجير كبيره، لو الحزمه صغيره خدي حزمتين، الورق بس مش هستعمل العروق بتاعت الجرجير. هستعمل كوبايه طماطم شيري، ما عندكيش طماطم شيري طماطمايه كبيره وهتقطعيها مكعبات كبيره. ورق نعناع اخضر، قرن فلفل حراق، بصلايه شرايح رفيعه، حبوب رمان، ودي اختياري للي بيحب طعم الرمان في السلطه. وهستعمل سماق. يبقى السلطه نفسها عباره عن 120 جرام لبنه كور، حزمه جرجير كبيره، الورق بس، كوبايه طماطم شيري، ورق نعناع اخضر، قرن فلفل حراق، بصلايه شرايح رفيعه، وحبوب رمان اختياري، وسماق. الدريسنج بتاع السلطه زيت زيتون، معلقه دبس رمان، معلقتين خل بلسمي، معلقه كبيره زعتر دقه، انا كاتبه زعتر دقه عشان تعرفوا ان هو الزعتر بالسمسم مش الاوريجانو ومش الزعتر الساده، معلقه كبيره عسل ابيض، رشه شطه. من تاني الدريسنج بتاعي عباره عن زيت زيتون، يعني حوالي 3 4 معالق، معلقه دبس رمان، معلقتين خل بلسمك، معلقه كبيره زعتر دقه، معلقه كبيره عسل ابيض، ورشه شطه. هقدم جنبها بقى ايه؟ هقدم جنبها عيش فينو، هعمله شرايح الفينو 4 واقسمه بالعرض كده اهو بالعرض. هدهنه بخليط من 3 معالق زيت زيتون، 3 فصوص ثوم، معلقه زعتر برده اللي هو الزعتر الدقه، رشه فلفل اسود، ورشه ملح. هدهن العيش ب 3 معالق زيت زيتون، 3 فصوص ثوم، معلقه زعتر كبيره، رشه فلفل اسود، ورشه ملح. طبعا اول حاجه هعملها هاجي هجيب البصله بتاعتي اللي انا مقطعاها ترانشات زي الهلال كده بتبقى، هحطها وهحط عليها نقطه زيت زيتون وادعكها بالسماق. نقطه زيت زيتون واجيب السماق وادعك البصله بالسماق، ده بيديها طعم حلو قوي. انا مش عايزه اخلط السماق مع بقيه المقادير، هو بس في البصله بتاعتي كده اهو اهو كده اهو، انا دعكت السماق كويس جدا فيها. هحط النعناع الاخضر وادي الجرجير، الجرجير هقطعه كده شويه، السلطه دي طعمها فظيع، يعني مش عايزه اقول لكم فعلا تحفه. وادي بقيه ورق الجرجير، بعدين طماطم. الطماطم بصوا صغننه فمش محتاجه ان انا اقسمها اتنين، لو هي كبيره هقسمها اتنين، لو الطماطم الشيري كبيره هقسمها اتنين. والفلفل الحراق، اللبنه مش هقلبها معايا والا هتبوظ، انا هحطها فوقيها لما احطها في الطبق. هعمل دريسنج بتاعي، ادي معلقتين خل بلسمك، وادي دبس الرمان، العسل، رشه الشطه، وادي معلقه زعتر، زعتر دقه معلقه كامله، وبعد كده هحط زيت الزيتون. هقلبهم كويس. نص الدريسنج ده هحطه على السلطه ونصه هقدمه جنبها كغموس لايه؟ للعيش اللي هيتقدم جنبها اهو. نصه هحطه في بوله كده يتقدم جنبها. بعد كده هجيب العيش، ده شكله بيبقى في الاخر العيش. بخلط المقادير بتاعت الثوم والزيت والزعتر كلهم على بعض،
وارش عليهم رشه فلفل اسود فريش، وبعدين بدهنها كويس قوي. عيش فينو عادي، لو عندك بيتي بان صغير اوكي مفيش، الكبير بتقطعيه الحجم ده، وبعدين بيتحطوا في صينيه ويخش الفرن، هيبقوا بالشكل ده. يعني العيش الابيض هيبقى مقرمش بالشكل ده. وبعد كده بقى بنقدم السلطه، باجي بحط الطماطم تبقى باينه على الوش اهو كده اهو، واجي اخد اللبنه وارصها. جربوها فظيعه. اللبنه كور بقى ارصها فوقيها مع العيش بقى المحمص ده اللي احنا محمصينه بالزيت كده اهو. عايزه تقطعيه اوكي، عايزه تقدميه زي ما هو اهو من الناحيه التانيه. ده بيرجع للذوق الشخصي اهو، هنا اهو كده من ناحيه متقطع ومن ناحيه كبير. وبقدم جنبها كدب للعيش بقيه الدريسنج. احنا قلنا نص الدريسنج، نص الدريسنج حطيناه عليها، ونص الدريسنج عاملاه زي دب غموس كده للعيش جوه، بتاكل السلطه بتغمسي العيش فيه. سلطه حلوه جدا جديده، جربيها، انا متاكده انها ان شاء الله هتعجبكم جدا، شكلها تحفه وطعمها على ضمانتي. هروح دلوقتي فاصل، شايفين شكلها ازاي فظيعه، وخصوصا بقى لو عملناها النهارده في العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين، انا عارفه انكم مشتاقين للبنه ومشتاقين للحاجات دي. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، عملنا قبل الفاصل سلطه جرجير باللبنه، مش عايزه اقول لكم حلوه ازاي، يعني لدرجه وانا في الفاصل كنت بنقنق في العيش بتاعها، فظيعه. هعمل دلوقتي ساندوتش، ساندوتش اسمه ساندوتش قنبله، هو فعلا قنبله من كتر الحاجات اللي فيه. دي السلطه شايفين شكلها حلو قوي وطعمها احلى، يعني الدريسنج بتاعها اللي بنغمس فيه العيش ده فظيع، مع التوم والعيش بيبقى مقرمش رائع. الساندوتش في حاجات كتير، ركزوا معايا عشان هو مقسوم لثلاث حاجات. تتبيله الفراخ اول حاجه، والخضار والتحبيشه اللي هتبقى مع الفراخ، واخر حاجه الصوص او الطبقه اللي هنحطها على وشه قبل ما يدخل الفرن. في الاخر هو مختلف، هو فعلا مختلف عن العادي اللي احنا متعودين عليه، عشان كده انا النهارده عاملاه كطبق رئيسي مش نقنقه. المقادير بتاعتي، اول حاجه هستعمل حتتين صدور فراخ متقطعين قطع صغيره بسلقهم نص سلق، يبقى قطعتين صدور فراخ، صدرين فراخ يعني متقطعين قطع صغيره وبسلقهم نص سلق. هستعمل طبعا اتبلهم بملح وفلفل وكمون، عصير ليمونه، معلقه خل تفاح، بصله متوسطه مبشوره، فصين توم، علبه زبادي. من تاني هقول التتبيله، التتبيله دي بحطها على الفراخ بعد ما اسلقها نص سلق، اوكي؟ ركزوا معايا، الفراخ مش نيه، مسلوقه نص سلق، بحط لها ملح وفلفل وكمون وعصير ليمونه، معلقه خل تفاح، بصله صغيره او متوسطه مبشوره، فصين توم، علبه زبادي. بعد كده هستعمل حبات فلفل احمر واخضر شرايح رفيعه، يعني حبايه احمر واخضر واصفر، كل لون بعمل منه واحده. بصلايه صغيره شرايح، معلقه اوريجانو كبيره، نص كوبايه مشروم، حبه بطاطس صوابع مقليه بس تبقى متقطعه صوابع رفيعه، يعني البطاطسايه متقطعه شرايح رفيعه ومقليه، وحبة طماطم شرايح رفيعة. هستعمل بيكن بقري أو بسطرمة اللي موجود، خيار مخلل، شطة، حباية أفوكادو شرايح. الأفوكادو قد إيه، قد إيه مفيدة وقد إيه فيها قيمة غذائية، أنا مش هتكلم النهاردة عليها، بس هبقى في حلقة هستعملها فيها كتير
وهكلمكم ايه القيمه الغذائيه بتاعتها. عصير نص ليمونه علشان الافوكادو بيسود، فلازم اول ما اقطعها احط عليها عصير ليمون على طول. وهستعمل جبنه موتزاريلا ده للوش. من تاني حبايه فلفل احمر واخضر واصفر شرايح رفيعه، بصلايه شرايح رفيعه، معلقه اوريجانو، نص كوبايه مشروم شرايح طبعا، حبايه بطاطس صوابع مقليه، حبايه طماطم شرايح رفيعه، شرايح بسطرمه او بيكن بقري اللي موجود عندك، وعايزه خيار مخلل وشطه، حبايه افوكادو شرايح، عصير نص ليمونه، وجبنه موتزاريلا للوش بحطها فوق الصوص اللي انا هستعمله علشان هدهن بيه وش الساندوتشات. بيعملي زي طبقه كثيفه كده بحطها على وش الساندوتشات وبعد كده اهو بدهنها عليها. بصوا عشان ما لخبطكوش خلينا نبتدي نشتغل في دول وبعد كده اقول لكم مقادير الصوص كانها مقادير لوحدها عشان اللخبطه. خلينا معلقتين زيت كده، وهنا اهو برده معلقتين زيت، انا هشتغل اهو في طاستين مع بعض. هاجي في واحده هحط البسطرمه، شرايح البسطرمه او البيكن اللي موجود عندك، عايزه تشيل التوم منها اوكي اهي كده اهو. ادي شرايح البسطرمه، والثانيه البسطرمه او بيكن بقري، في حاجه اسمها بيكن كده بتبقى شرايح شبه البسطرمه بس طعمها مختلف شويه، بس بنجيب البقري طبعا. والطاسه الثانيه هحط عليها الفراخ بالتتبيله بتاعتها واقلبها لغايه ما الزبادي ينشف والصوص بتاعها ينشف. الفراخ دي مسلوقه نص سلق، خدوا بالكم، بحطها اخليها تغلي لغايه لما تشرب التتبيله بتاعتها، وبعدين هبتدي اقلب بقى البسطرمه واحطها في طبق جنبي. انا عايزاها تبقى مقرمشه شويه سواء البيكن او البسطرمه كده اهو، بقلبها بتدي طعم حلو ومختلف مع الخضار. ادي الفراخ بتتقلب برضو بعد كده، كده كفايه عشان ما تتحرقش، بروح مطلعاها ومكانها هحط الخضار بتاعتي والمشروم. اول حاجه هحط المشروم، المشروم ده فريش فعشان كده حطيته الاول لوحده علشان يطرى معايا يستوي معايا، يعني ما ينفعش احطه مع الفلفل لانه ممكن ما يستويش، فانا عايزاه يستوي سنه بسيطه كده اهو اهو، بقلبه يبتدي يطرى ولسه الفراخ هنا اهو ما شربتش ميتها، الميه والزبادي والصوص كله اللي عليها لسه ما شربتوش، انا عايزاها تنشف وتاخد شويه لون. طبعا انا هستعمل العيش البيتيفان الصغير، العيش الفينو الصغير ده البيتيفان، لو السمشات عندك كبيره العيش يعني كبير اقطعيه قسميه اهو. بعد كده هروح حاطه البصل والفلفل الالوان، هو اهم حاجه بقى في الساندوتش ده الصوص اللي في الاخر اللي هقول لكم عليه دلوقتي. بقلبهم تقليبه بسيطه اهو، هما بيطروا هاجي هجيب طاجن كبير يدخل الفرن وهفتح العيش وبعدين هفضيه من اللبابه شويه عشان عايزه احشيه جامد كده اهو.
ادي واحد تاني كده. خلاص بالنسبة لي الخضار بقت كفاية. هجيب هنا العندي اهو، شايفين ابتدى ينشف الصوص اللي على الفراخ، فهتبتدي تاخد لون. اول ما يبتدي بقى الصوص ينشف هروح مزوده لها الاوريجانو اللي في المقادير وشويه الشطه لو بتحبوا الشطه يعني. واخليها تحمر شويه. الطاجن او البايركس اللي انا هستعمله بدهنه كويس عشان العيش ما يلزقش فيه، وبرص العيش كده اهو عشان انا هحشيه وهخليه في الطاجن. اوكي كده اهو، شايفين لون الفراخ بقى حلو ازاي. هاجي عليها بروح مقطعه بقى، ابعدها عن النار، هقطع البسطرمة قطع كبيرة، شايفين ناشفة ومقرمشة ازاي. هو ده بقى المقصود انها تبقى كده، يعني البسطرمة مقرمشة. اهو بعد كده عليهم الخضار، الطماطم، الطماطم ما بشوحهاش، والافوكادو اللي انا عملتها بالليمون، الطاسة انا بعتها على النار خلاص، والخيار المخلي، شرايح الخيار المخلي كده اهو، وبجيبها جنب العيش واروح جايبه بطاطس المحمره. عرفتوا بقى هو اسمه ساندوتش قنبله ليه؟ عشان هو قنبله كده اهو. عايزين بقى نحط ملح لان احنا ما حطيناش ملح، بس خدوا بالكم ان البسطرمه فيها ملح والجبن هيبقى فيها ملح، فما تكتروش، رشه بسيطه كده اهو كفايه. هحشي السندوتشات، هحشي السندوتشات بالحشوة دي. انا هقول لكم بس الصوص عشان نخلطه، علشان ايه الوقت، عشان عايزين نطلع فاصل. اديني حشيت واحد، هحشيهم كلهم بالشكل ده، هوريه لكم بعد الفاصل ازاي. الصوص بقى بتاعي عبارة عن معلقتين كريم تشيز، هضربهم كلهم في البلندر او في الكبة او في اي حاجة عشان يتخلطوا كلهم مع بعض. معلقتين كريم تشيز، معلقتين لبنه او قشطه او ساور كريم اللي موجوده عندك، المهم حاجه طريه تعملي لوز للكريم تشيز. 3 معالق مايونيز، معلقه صغيره مستردة، معلقه كبيره باربيكيو صوص، 3 معالق كاتشب، معلقه زيت زيتون. هقول من تاني وركزوا كويس جدا في الصوص لان هو ده اللي هيخلي طعم الساندوتش تحفه. معلقتين كريم تشيز، معلقتين لبنه او قشطه او ساور كريم او زبادي متصفي، معلقتين كبار مليانين، لو زبادي حطي علبه بس صفيها كويس. 3 معالق مايونيز، معلقه صغيره مستردة، معلقه كبيره باربيكيو صوص، 3 معالق كاتشب، معلقه زيت زيتون. هعمل ايه؟ هروح حطهم كلهم مع بعض في البلندر واخلطهم. هطلع فاصل وهرجع لكم بقى بعد الفاصل اكون خلطتهم وحشيت السندوتشات واوريكم هنعمل ايه. هروح لفاصل. رجعنا من جديد، ادي الصوص اللي احنا عملناه. قلت لكم اهم حاجه في الموضوع الصوص، الصوص بدهنه بقى على الساندوتش كله، الحشوه والعيش كمان. شايفين؟ يا ريت الكاميرا تجيبه لنا. بدهنه على الحشوه والعيش نفسه بتاع الساندوتش كده اهو، كله بيبقى مدهون بالصوص كده اهو. اهو شايفين؟ طبعا الطاجن زي ما قلت لكم لازم يبقى مدهون كويس جدا عشان العيش ما يلزقش فيه، واجي اطلع السندوتشات ما اعرفش اطلعها. اخر حاجه بقى بعملها بروح رشه
الموتزاريلا عليه واروح مدخلاه الفرن تحت الشوايه. مش عايزه اقول لكم بقى بيطلع ازاي في الاخر. برش اهو الموتزاريلا عليه. ها الطبق ايه؟ زيت، زيت، سمنه، اي حاجه. المهم اي ماده دهنيه ما تخليش الساندوتشات تلزق. بعد كده اهو اهو رشينا عليه الموتزاريلا وبدخله الفرن تحت الشوايه، بتسيح الجبنه مع الصوص ده وبيبقى فظيع خرافي. هنحطه تحت الشوايه يا احمد بليز اهو. وهنعمل دلوقتي الحلو بتاع النهارده. انا هعمل النهارده ام علي بالطريقه بتاعه جدتي التقليديه القديمه اللي جدودنا بيعملوها، اللي هي بالرقاق. ممكن نعملها بالباف بيستري طبعا، اللي هي العجينه الباف بيستري. ممكن تعمل بالجلاش، بس انا هعمله النهارده بالرقاق والسمنه البلدي زي الكتاب ما بيقول. خلاص هنقول المقادير بتاعتنا. نشيل بس احنا ده الصوص الدريسنج بتاع السلطه، هنشيل وهنقول المقادير بتاعت ام علي. نص لفه رقاق، هستعمل نص لفه رقاق، هستعمل سمنه بلدي، هنشوف يعني كميه زي ما هقدر احمر فيها الرقاق. لتر حليب، الحليب ده يكون سخن، انا هحدق هو دافي بس انا هحطه في الميكرويف يسخن تاني، يسخن شويه ما بغليهوش. على فكره اللبن الحليب من الحاجات اللي ما ينفعش انها تغلي في الميكرويف، خدوا بالكم يعني، بسخنه بس ما بغليهوش عشان بيفصل وبيعمل مشاكل. معلقتين قشطه، نص كوبايه كريمه لباني، هضربهم برده في البلندر زي امبارح ما عملنا رز المعمر، خدوا بالكم. سكر حسب الرغبه. يبقى نص لفه رقاق، سمنه بلدي، لتر لبن حليب، معلقتين قشطه، نص كوبايه كريمه لباني، وسكر حسب الرغبه. هاجي اعمل ايه؟ هحط الطاسه على النار وهحط عليها شويه من السمنه، هحمر الرقاق بالسمنه. السمنه دي بقري طبعا، مش جاموسي، لان السمنه جاموسي هتبقى بيضه، سمنه بلدي بقري. احنا على فكره قريب قوي في حلقه من الحلقات هسيح لكم سمنه، نعمل السمنه ونعمل المرته ونعرف السمنه تتخزن ازاي طول السنه، ولو باظت مني او حصل لها عفن او حصل فيها اي حاجه اظبطها ازاي عشان اعرف احتفظ بيها. هي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. السمنه تسخن واروح حاطه الرقاق فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش مشكله يتكسر، لان انا كده كده هكسره اصلا في الطاجن، بس انا طبعا ما بحبش اكسره عشان اشيله بسرعه، علشان يتشال معايا بسرعه واقلبه بسرعه، ما اقعدش اقلب واحده واحده. فعلشان كده يعني خدي بالك ما تكسريش قوي علشان تخلصي، وبعدين لما يبقى لونه ذهبي يتقلب. لا لسه شويه اهي، ابتدى بصوا يحمر اللي صغيره دي اهي كده اهو اها. هقلبه، ما خليهوش يتحمر اكتر من كده. هو طري دلوقتي، انت شايفاه في السمنه طري، لكن اول ما هتهدى حرارته هلاقيه نشف وقرمش، فما تقلقيش اهو كده. واروح حطاهم في الطاجن. هعمل واحده تانية. بصي انت لو بالراحه كده هتلاقيها هي تطرى وتنزل من غير ما تتكسر بالراحه، عشان تقلبيها كلها مره واحده بس مش اكتر. اهي طريت معايا ونزلت. بقلبها الناحيه الثانيه وخلاص اهو. كفايه اتنين، انا محمره شويه قبل الحلقه اهو. هجيب اللي انا محمراهم اهي، شايفين نشف اهو تاني بيتكسر معايا، وهحط الرقاق اللي انا حمرته وكسره كده. عايزه تحطي مكسرات ممكن تحطي طبعا مكسرات، مفيش اي مشكله. مش عايزه تحطي مكسرات عادي.
وبعدين هنجيب السكر هندوبه في اللبن، ممكن نعملها حتى على النار هيبقى أسهل، هو اللبن سخن على النار. هحط مع اللبن شوية صغيرين من السمنة اللي أنا حمرت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هو على النار السكر هيدوب معايا أسهل. كمان ممكن المستكة تتحط تبقى حلوة في أم علي، الناس اللي بتحب طعم المستكة، المستكة بتبقى حلوة قوي مع أم علي. اهو ممكن نحط كمان واحده الحته المحروقه دي، ما تحطيهاش ملهاش لازمه علشان هاجي اجي هستعمل فستق عليه. طبعا اي مكسرات انت عايزاها، مش عايز تحطي، ادي غليت اللبن بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه عليها وادخله فرن، بعدين هحطها لغايه لما يشرب واحس ان هو الرقاق باش واستوى. هطلعه لي معلش يا احمد، انا ممكن حتى اروح لفاصل الاول وارجع اوريكم شكله ازاي. فاصل ولا نستنى شويه؟ بيبقى كده اهو، بروح حطاله. بصوا نشفت اهي خالص، نشفت خالص. انا بعد الفاصل بقى هوريكم هنعمل ايه. احنا طلعناها لما بتشرب اللبن بتاعها كده كله خالص، هنطلعها وهنشوف هنعمل فيها. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا من جديد. ام علي انا في الفاصل حطيت عليها كوبايه لبن سخنه متحليه، بصوا بقت ازاي. انا وريتها لكم ناشفه قبل ما نخش الفاصل. دلوقتي انا هحط لها كوبايه لبن سخنه وبالمعلقه عملت كده اهو علشان اللبن يخش فيها، ما حطيتهاش في فرن ولا حاجه، خلاص مجرد كوبايه اللبن. اهي سندوتشات طلعت، سندوتش القنبله طلع، شايفين ما شاء الله شكله ازاي، جبار جبار. يلا يا ساره هاتيه لنا. الصوص ساح كله على بعضه، الباربيكيو صوص بقى ادى الصوص المحمر ده مع الجبنه الموتزاريلا، مش عايزه اقول لكم طعمه ازاي. بس اهم حاجه انك تدهني صوص على الحشوه وعلى العيش كمان، يعني يبقى الصوص مغطي السندوتشات كلها. وبعدين هتلاقوها بصوا، بس هو سخن بيطلع بسهوله، بس هو سخن قوي علشان احنا دهنين الطاجن. اوكي هاجي بقى للوش بتاع ام علي، هحط الكريمه وهحط معاها القشطه كده اهو. ليه انا بضربهم؟ عشان تبقى القشطه لوز، تبقى طريه، ما تعمليش حتت حمراء وحتت مش حمراء في على الوش. خلاص احنا استنينا، علشان كده انا حطيت اللبن وانا في الفاصل عشان بياخد له حوالي 10 دقايق او 8 دقايق لغايه لما تشربه. اهي شربته، بس هي طريه مش ناشفه. فلما بحط لها بقى الوش بتاعها، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين اهي بتعمل طبقه على الوش، بس في نفس الوقت لما هتتحط في الفرن الكريمه برده هتغوص معاها تحت. انا هرجع ارجعها تحت الشوايه، بس هنحطها يا احمد على ما نخلص الحلقه ونعيد المقادير، هحطها لكم بس تحت الشوايه تشوفوا شكلها بيطلع ازاي. انا هعيد لكم المقادير والطريقه بتاعت الحاجات اللي عملناها. ده الساندوتش بتاع الفراخ، ساندوتش الفراخ القنبله اللي عملناه، ودي سلطه اللبنه بالجرجير وادي الدريسنج بتاعها. هقول من جديد بقى الحاجات عملناها ازاي. الساندوتشات دي ثلاث اقسام في المقادير. احمد يا حماده. انا ايوه اهلا وسهلا، ازيك حبيبي؟ كويس كله تمام. عندك كام سنه يا احمد؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ وطي التلفزيون عشان تسمعني واسمعك كويس. الحمد ماشي. اوكي برافو يا حماده. انا عايزه اعرف طريقه الهمبرجر. همبرجر؟
من عينيا الاثنين هقولها لك حالا. عينيا حبيبي. هنقول الاول مقادير الساندوتش. هستعمل اول حاجه عيش البيتيبان الصغير، هقطعه هشقه يعني واشيل اللبابه الزياده اللي فيه. المقادير بتاعتي قطعتين صدور فراخ متقطعه صوابع، هسلقها نص سلق، وبعد ما اسلقها نص سلق هحط عليها ملح وفلفل وكمون وعصير ليمونه ومعلقه خل تفاح وبصلايه مبشوره وفصين توم وعلبه زبادي، واسيبها فيها شويه. بعد كده هشوح الفراخ بالتتبيله دي كلها على النار لغايه ما تشرب التتبيله وتتحمر تاخد لون حلو. هروح رش عليها شويه شطه ومعلقه زعتر. المقادير بقى بتاعت الخضار، هشوح اول حاجه شويه بسطرمه لغايه لما تبقى مقرمشه واقطعها واخليها على جنب. بعد ما كان ماشيل البسطرمه هحط مكانها نص كوبايه مشروم شرايح احمرهم لغايه ما يطرى. بعد كده حبايه فلفل احمر واصفر واخضر وبصلايه شرايح رفيعه، هقلبهم كلهم مع المشروم لغايه لما يتحمروا شويه. خلاص هجيبهم على جنب واروح مزوده عليهم طماطمايه شرايح رفيعه، بطاطسايه صوابع متقطعه رفيع ومقليه في الزيت يعني بطاطس محمره، وهحط عليهم خيار مخلل وحبايه افوكادو شرايح. الافوكادو طبعا لازم احط عليها عصير نص ليمونه. اقلب الكلام ده كله مع بعض واحشي بيه الساندوتشات واعمل لها صوص مكون بقى من ايه. الصوص بتاعي معلقتين كريم تشيز، معلقتين لبنه او قشطه او سبر كريم، او احط بدلهم علبه زبادي بس اصفيها كويس من ميه، مع 3 معالق مايونيز، معلقه صغيره مستارده، معلقه كبيره باربيكيو صوص، 3 معالق كاتشب، ومعلقه زيت زيتون. كل دول بضربهم مع بعض وادهن بيهم وش الساندوتشات الحشوه بالعيش نفسه. طبعا الطاجن يكون مدهون علشان لو ما دهنش هتلزق الساندوتشات فيه، اجي اطلعها هتتفتفت. واروح مدخلاه تحت الشوايه مجرد تسيح الصوص والجبنه وياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. ايه عملنا كمان السلطه، سلطه الجرجير باللبن. السلطه نفسها عباره عن 120 جرام لبنه كور، حزمه جرجير الورق بس حزمه الجرجير تكون كبيره، كوبايه طماطم شيري ورق نعناع اخضر، قرن فلفل حراق، بصلايه شرايح رفيعه، البصلايه بدعكها كويس قوي في شويه سماق، ولو عايزه تحطي شويه حبوب رمان حطي. الدريسنج بتاعي زيت زيتون، معلقه دبس رمان، معلقتين خل بلسمك، معلقه كبيره زعتر دقه، معلقه كبيره عسل ابيض، رشه شطه. بخلط كل المقادير دي بتاعت الدريسنج مع بعض، نصهم بحطهم على السلطه والنص التاني بحطه في طبق جنب السلطه للدب عشان اغمس فيه العيش. العيش ده بعمله ازاي؟ بجيب عيش فينو، عيش فينو عادي، لو هو بايت من قبلها بيوم بيبقى احسن معايا، هيقرمش معاكي اكتر. هدهنه ب 3 معالق زيت زيتون، 3 فصوص ثوم، معلقه زعتر، رشه فلفل اسود ورشه ملح. نقول طيب لاحمد البرجر. ماشي، خلاص يا احمد، بكره ان شاء الله حلقه بكره اول ما ابتدي هقول لك طريقه البرجر عشان ما تزعلش. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، ويا رب تكون سنه سعيده علينا كلنا. ادي ام علي يا دوبك حمرنا اللي نقدر عليه من الوش. وان شاء الله عيد سعيد لاخواننا المسيحيين، عيد ميلاد مجيد يا رب، وخير علينا وعلى مصر كلها. ويا ريت بقى نختم على شكل ام علي. اشوفكم على خير.